ضمنا من جديد في رأي عام. التطورات القوية اللي شهدها ملف الانتخابات الرئاسية النهاردة طبعا كان أبرزها هو بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بخصوص الفريق سامي عنان. البيان أعلن مخالفة عنان صراحة للقانون العسكري وللوائح الخدمة العسكرية، واتهموا بالتزوير والتحريض ضد القوات المسلحة. ويمكن احنا في الفقرة الإخبارية عرضنا على حضراتكم هذا البيان بالصوت والنص، وكان واضح صراحة هذه الاتهامات داخل هذا البيان. طبعا بعد صدور البيان بيمكن بساعة وتقريبا من حوالي 3 ساعات صدر قرار بحظر النشر في هذه القضية. عشان كده احنا مش هنتعرض لهذه القضية طبقا لهذا القرار، لن نتعرض لتفاصيلها، لن نتعرض لمسألة يعني قانون القضاء العسكري اللي بيحاكم وفقا له أي عسكري لا يزال في الخدمة، ربما لو ترك حتى الخدمة. ما عنديش معلومات دقيقة في هذا الخصوص، لكن القانون العسكري ده هو الذي يحاكم أي مخالف له من العسكريين. لكن خلونا نتكلم في مشهد الانتخابات الرئاسية بشكل عام، كيف ينظر لها العالم، ما هي ربما الزوايا الأخرى التي ننظر إليها في هذا المشهد. خلوني أرحب بضيفي العزيز الأستاذ الكاتب الصحفي الأستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن. أهلا بحضرتك أستاذ محمود. أهلا أستاذ عمرو. أهلا أستاذ محمود. أستاذ محمود، يمكن بعد زي ما قلت أنا في المقدمة مش هنتعرض لمسألة تفاصيل صحيح. هذه القضية لأنه خلاص يعني في حظر نشر، لكن خلينا بس كده نقرأ ما بعد هذا التطور. كان فيه حملة لمرشح محتمل آخر هو الأستاذ خالد علي، كان في بيانين منسوبين إلى هذه الحملة. بيان على صفحة بيقول أنه خالد علي انسحب من خوض الانتخابات أو مش هيعلن ترشحه ومش هيقدم أوراقه. بيان آخر أيضا منسوب إلى الحملة بيقول لا، ده في اجتماع النهاردة بعد عدة ساعات سيعلن الموقف النهائي من هذه الانتخابات. كيف تقرأ هذه التطورات؟ يعني مش عارف، يعني ما اعرفش طبعا حملة المحامي خالد علي وصلت ليه، بس ما اعرفش يعني ايه علاقتها بالامر بالموضوع اللي هو احنا لسه مش عارفين تفاصيله بشكل واضح. طلع بيان الجيش وطلع بعديه حظر النشر، لكن خلينا نتكلم على الواقع السياسي او المشهد السياسي، وده اكتر ممكن ما مستفزني في هذا المشهد، ان انا شايف ان البعض بيتعامل مع الموضوع بالكيد السياسي مش بما يجب ان تكون عليه السياسه. انا افهم ان في بعض الناس يكونوا مختلفين مع المرشح الرئيسي اللي هو الرئيس الحالي الرئيس السيسي، وده امر وارد ان الناس تختلف معاه او بعض الناس تختلف معاه، لكن بعض الناس يصل بيهم الكيد السياسي اللي هم عمالين يلفوا على اي مرشح المهم يبقى ضده، المهم ان هم يفكروا ان هم ازاي يفسدوا هذه الانتخابات وليس اللي هو المنافسه الجاده. وبستغرب ايضا من بعض الناس اللي عماله تتكلم على فكره التنافسيه، هل احنا في انتخابات تنافسيه ام في انتخابات تمثيليه، وهل المطلوب من النظام ان هو يدعم انتخابات تنافسيه ولا يدعم انتخابات تمثيليه، وانهي الافضل لمصر، ان يبقى الناس جادة في انتخابات رئاسية جادة ولا ان الدولة تبحث عن مرشح لينزل ليخوض لياخد 3% ولا حتى 10% وبعدين ينزل. خلينا نعترف ان احنا الوضع الحالي في البلد والظروف اللي احنا فيها مش مخلية للناس بتحلم بيه وبتتخيله ان يبقى عندنا حزبين رئيسيين. ده زي في امريكا مثلا. زي في امريكا. احنا بنستدعي امريكا في حاجات وما بنستدعاش في حاجات. يعني امريكا انت حضرتك ادرى مني صارمة في موضوع تطبيق القوانين، ما فيش
حالة السيولة اللي البعض بيحاول يعملها، وان هو يخلي الانتخابات الرئاسية بالنسبة له ستار او برافان لان هو يعني يعمل اي حاجة سواء موائمة للقانون او غير موائمة للقانون. فالظروف اللي احنا فيها ما تقولش كده، انت امامك ظروف صعبة في بلد بتواجه إرهاب، رئيس عنده إنجازات ويحظى بشعبية، قد تكون الشعبية دي تراجعت عن 2014 بس مش انهيار يعني تراجعت قليلا لظروف إن الراجل خد إجراءات صعبة في وقت صعب. ناس كتيرة ممكن تكون شايفة إن ده قرار جريء وده هدفه البلد، وممكن ناس تانية شايفة لأ كان ممكن في إجراءات تانية. والخلاف على السيسي، وده ممكن من الحاجات الكويسة إن الناس بتختلف حوالين أولوياته، فيش ممكن خلاف على شخصه، ما حدش اتهمه بتهم غير مقبوله، ولا وطنيته ولا في اخلاصه ولا فساد ولا غير ذلك، ولا كمان والخلاف حول اولوياته، لا المفروض ما كانش يعمل دي الاول، لا اذا كان يعمل دي الاول، لا يعني، وده خلاف مقبول. لكن انا اللي اكتر ظاهره زي ما قلت لحضرتك في الاول مضايقاني موضوع الكيد السياسي، ان انا بحس ان الناس بتتعامل مع الرئيس السيسي بكيد سياسي. يعني انا شايف بعض الرموز اللي هم انتقلوا من الفريق شفيق للفريق سامي لخالد علي اللي هو يعني اي حد وخلاص. زي مين الرموز دي اللي اسمحوا؟ لا اسماء كتيره، يعني اسماء كتيره حضرتك شوفهم وتابعهم على الفضائيات وعلى الفيسبوك، وحاله احيانا تحس ان في حاله، يعني انا برضو بنتبسط احيانا ان الكيد ده وصل الناس ان هم اللي كانوا بيرفضوا الفريق شفيق بقى يتقبلوه، اللي كانوا بيرفضوا الفريق سامي بقى يتقبلوه. طب ما دي لعبة السياسة يعني، ما هو لا مش لعبة السياسة يعني. هي لعبة اللي زي ما بقول لك دي مش لعبة سياسة، لانه اللي كان يعني مثلا اللي كانوا بيرفضوا الفريق سامي لانه كان من خلفية عسكرية وقالوا مش عارف ايه علاقته ايه بالايه كلام كده كتير، ما فيش حاجة فيها اتغيرت. اللي كان يعني هو الفريق سامي ما اتغيرش، ما فيش حاجه اتغيرت. ايه مره واحده كده الناس يعني تعاطفت معاه. نفس القصه مع الفريق شفيق، ما يعني ما فيهوش حاجه اعتقد اتغيرت، هي بس عمليه من والناس قادره والناس برضو تقدر تتخيل هؤلاء الناس اللي انتقلوا من صفوف الاخوان ثم أيدوا السيسي ممكن شوية، وفي ناس ما أيدتش وبعد كده رجعوا تاني قلبوا ووقفوا مش عارف يعني حتى يعني مش متخيل المشهد قدام الناس هيبقى عامل ازاي، اللي هو عمال ينط من مركب لمركب لمركب. في حاجات بتتطور، في حاجات بس احنا ما بنتكلمش عن افكار بتتطور، احنا بنتكلم وبعدين ايه الموضوع فيه زي ما بقول لك كده كيد يعني، ولو حتى على مصلحة البلد. يعني انا الاكثر ما متخوف منه ان ناس تخش الانتخابات ويبقى عندها خطه ان هي تنسحب في النص، وعندها هدف ان تنسحب في النص لاثاره البلبله، علشان اثاره البلبله ولا علشان انه اظهار ان دي مش انتخابات، ده استفتاء يعني قدام العالم ووكالات الانباء. ما هو برضو فكره الرهان على العالم وعلى وكالات الانباء ورهان البعض على الغرب، ده المفروض تكون الناس زهقت منه، لانه اللي حصل في 30 يونيو يؤكد ان قرار هذا الشعب، والشعب خرج عشان كده، ان يبقى القرار مصري 100%. وده اللي احنا ممكن شايفينه وبندفع ثمنه، انك بتقدر تنوع السلاح من روسيا ومن فرنسا ومن حتت تانية، بتدفع ثمنه، ما اكيد الناس مش مبسوطه بده. ففكره انك طول الوقت مراهن، ما تراهن يا سيدي على الشعب، انت ليه دايما مراهن على الناس بره؟ خلينا نتكلم، لما تيجي تتكلم تكلم عن اجراءات، ما تتكلمش عن مشهد. هل الرئيس السيسي هو المسؤول انه يجي النهارده ما يلاقيش مرشحين اقوياء قدامه؟ هل هو مسؤول عن ده؟ هل مسؤول ان الراجل انجز ويحظى بشعبيه؟ وانا يعني بقول لحضرتك مثلا الانتخابات لما بيكون حتى في انتخابات النواب وفي البلاد، لما بيكون النائب عنده مشكله بتلاقي المرشحين قصاده كتير، لكن لما يكون النائب يعني قوي وعامل انجازات حقيقيه بتلاقي المرشحين قصاده قليلين. خلينا نعترف ان احنا في حاله فيها اقرب لمرحله انتقاليه. خلينا نعترف ان احنا عندنا فقر في الحياه السياسيه والحزبيه.
خلينا نعترف ان 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 الناس متخوفه من الاحداث اللي بتحصل حواليها. خلينا نعترف ان في انجازات حقيقيه، زي ما اقول لك الخلاف مع الرئيس السيسي بين بعض من يختلفون معه، وده امر جيد، ليس حول شخصه وليس حول انجازاته، في حاجه تختلف عليها، في حاجه موجوده بتختلف عليها، ولكن ممكن يكون حول اولوياته. فده مخلي عنده ثقه في الشارع، مخلي عنده شعبيه في الشارع. يعني خلال 4 سنين يعني انا من وجهه نظري انجز انجازات حقيقيه. طيب استاذ محمود، يمكن في الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا دول، لما كان موضوع الانتخابات بدا يعني يطرح نفسه بقوه في المشهد، كانت في تقارير، مقالات، ربما تحليلات من زملاء، من كتاب، من صحفيين، من محللين سياسيين، انه هناك قوى خارجيه وهناك قوى ربما في الداخل تريد ان تستخدم هذه الانتخابات للحصول على مكاسب سياسيه. حضرتك شفت ده في مبالغه شويه ولا لا؟ خلينا بس نعترف ان احنا امام جماعه ارهابيه خائنه مستهدفه مصر بشكل رئيسي، ورمز مصر بالنسبه لها هو الرئيس السيسي. فهي ولا قادره تنسى ولا قادره ولا هتنسى ولا هتعمل، وبالاضافه لبعض الدول الاخرى اللي هي بتقف وراء هذه الجماعه، اما لدعم للجماعه اما مش عاجبها مواقف مصر فبتحاول يعني تعطل المسيرة. يعني تمارس الكيد السياسي حسب تعبيرك؟ لا، دول ما يمارسوش الكيد السياسي، لا دول بيمارسوا العداء السياسي والعداء الوطني والعداء يعني كل حاجه تقدر تقول. كانوا هيقفوا وراء الفريق شفيق لو رشح نفسه وراء هم هيقفوا وراء اي هم هيقفوا وراء اي حد ضد الرئيس السيسي. خلينا بس احنا امام مشروع 30 يونيو، وهيقفوا اي حد بيمثل يعني اي حد يمكن هم شايفين ان الرئيس السيسي يمثل، وهو زي ما قلت لحضرتك هو رمز ال 30 يونيو، لكن ما نقدرش نقول هو 30 يونيو، 30 يونيو هو الشعب اللي نزل. فهيقفوا ضده لان مش قادرين ينسوا ان هم كانوا في الحكم واساءوا التقدير واساءوا، مش قادرين ينسوا ان هم قتلوا الناس في الشوارع وقتلوا. طب ممكن نترجم كلام حضرتك ده في صيغه اخرى، انه كانوا ممكن يقفوا ورا شفيق او ورا عنان، هل ممكن يقفوا ورا خالد علي لو استكمل مشواره في الترشح؟ انا تقديري هيقفوا ورا اي حد ضد الرئيس السيسي، يعني تقديري ان هم هيقفوا ورا اي حد ضد الرئيس السيسي. هم وصلوا لمرحله من واحنا شفنا الحمله الممنهجه على هذا الرجل خلال ال5 سنين الماضيه، من الكلام حول كل الامور حتى الشخصيه والعامه، والاخوان ليست جماعه فقدت الوطنيه وفقدت ايضا تعاليم الدين، لكنها ايضا فاقده للاخلاق. احنا بنشوف ان ما عندهمش سقف اخلاقي في حتى التعامل مع الخصوم السياسيين، فبيعملوا كل حاجه. هو المهم بقى ان كل الناس اللي تبقى عايزه تنزل انتخابات تبقى عارفه ان هي بتنزل انتخابات في على ارضيه وطنيه ضد الرئيس السيسي، ما فيش مشكله، ممكن يبقى في فرص، يبقى الكلام مثلا عن التدخل الحكومي طبعا مرفوض، عن الكلام، لكن ما يبقاش الكلام مهما يكن، ما يبقاش في تعاون مع هذه الجماعه باي طريقه. وهي اللي يعني انا قلت امبارح في احد البرامج ان مثلا انا من الناس اللي مؤمن من زمان الكلام دوت، ان هشام جنينة راجل يرتبط بتنظيم الاخوان، ممكن ما يبقاش عضو تنظيم لكن هو نفس الاجنتا ونفس الميول. فكانت بالنسبه لي مفاجاه ان هو يكون ضمن حمله الفريق. يعني ايه المفاجاه اللي فيها؟ مفاجاه ان ما ينفعش، ايه اللي جاب يعني اولا هشام جنين على سبيل المثال كان لا يتحدث طوال فتره الاخوان اللي جابوه رئيس جهاز مركزي المحاسبات، طوال هذه الفتره لا يتحدث سوى عن الجيش واموال الجيش واموال المخابرات واموال الداخليه، دول ال3 مؤسسات. وده كان خطاب اخواني معروف في هذا التوقيت، يعني نفس الخطاب اللي كان وارمله تصريحات بيقول مرسي ده يعني رئيس كويس جدا، وبعديها رجع قال للرئيس السيسي راجل كويس جدا، وبعديها يعني فمستغرب ان هو الراجل اللي كان يتحدث دائما عن الجيش وعمال الجيش فيبقى نائب لرئيس اركان الجيش السابق، يعني 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 عمليه نائب في فريقه الرئاسي، نائب في فريقه اللي متخيل ان هو او داعم ليه، ما يعني لازم يثير علامات استفهام. والشخصيه الاخرى الدكتور حازم حسني،
دكتور حازم يعني هو راجل من الذين يرون أن الرئيس السيسي غير موفق على الإطلاق ويهاجمه طول الوقت وينتقده طول الوقت، وكان برضو بالنسبة لي مستغرب هو انضمامه لحملة الفريعنة. طب ولكن أستاذ محمود يعني شخصيتين زي دول، دكتور حازم حسني وهو أستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمستشار هشام جنينة يعني أعتقد يعني عنده من الثقافة القانونية الكثير من خلال حتى على الأقل منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات. هل الشخصيتين دول هو بس خليني بس اعترض على قصه الثقافه القانونيه، لانه هو الراجل اصلا عليه حكم قضائي. لو حاجه تانية. لو لا حاجه تانية ليه، هو مش حكم، مش بس يعني أنا حكم عنوان الحقيقه. الامر الثاني ده حتى عليه حكم سب وقصف ضد المستشار الزندي. يعني انا برضو كنت من الحاجات اللي استغرب لها ان الراجل مستشار ويمارس السب والقصف. طيب دي امام القضاء، لكن بشكل عام دي احكام ماشي. ما هو انا مش هنفذ الاحكام دي، ما اقدرش يعني دلوقتي. انت مش عايز تنفذها، دي مشكلتك انت. لا انا ما اقدرش. السؤال استاذ محمود انه هاتان الشخصيتان هل ورطتا الفريق عنان بصياغه هذا البيان اللي القاه يوم الجمعه؟ بص يعني خليني عشان بكون بس صادق، وانا ما اعرفش التفاصيل، يعني ما اقدرش اقول ان انا طلعت. مش عايز معلومه، انا عايز تحليلك. مش قادر اقول لك، يعني انا بالنسبه لي اللي اقدر اقول لك ان كان مفاجاه ان يكون يعني مثلا لما تقول لي ان الفريق عنان اختار شخصيه من الذين من رموز 30 يونيو، من رموز الجيش السابقين، من رموز غير ذلك، كان ممكن بالنسبة لي يكون أمر مستساغ. لكن أنه يختار حد تاني فيعني أو اللي اختارهم ده كان بالنسبة لي يعتبر مفاجأة أو صدمة بالنسبة لي. لكن خلينا نبعد عن هذا الموضوع عشان ما نخشش في قصة يعني حظر النشر. لا احنا بنتكلم عن يعني ما قبل الجانب السياسي، ما قبل ما أنا قلت لحضرتك ما قبل. طب ما تيجي يعني نروح ما قبل يعني نروح 4 سنين فاتوا، ويمكن أنت كنت لعبت دور أنت والأستاذ مصطفى بكري في ربما إقناع الفريق عنان بعدم الترشح في انتخابات 2014. يعني الظروف هل كانت مختلفة ساعتها؟ الظروف طبعا كانت مختلفة. كان المد الثوري في الشارع كبير، وكان الناس كانت الدولة أقل استقرارا من الآن، وكنا شايفين، ودي كانت مبادرة شخصية مني أو من الزملاء، ما كانش الأستاذ مصطفى بكري بس، ده كان الأستاذ ياسر رزق واللواء حسن رويني، وكان عدد من الرموز. واعتقد ان ده تم بدافع وطني، وممكن احنا مثلا اليوم اللي رحنا سيرنا معاه طلعنا بيان، انا شخصيا كان ليا معاه جلستين قبليها، ويعني هو ما كانش مقتنع في الاول، وحاولت اتكلم معاه، وكانت بس كان الدافع عندنا هي ظروف البلد، وظروف البلد لا تحتمل مثل هذه الفرقة، ولا تحتمل مثل هذه المنافسة في هذا الوقت. والراجل مشكورا استجاب ساعتها وألقى بيان وعزف عن الترشح. طب هل فكرت أستاذ محمود أنك تكرر نفس السيناريو لما سمعت أنه هيترشح السنة دي؟ والله لا، ما فكرتش، وما كنتش متوقع أنه هيترشح، يعني ما كنتش متخيل أنه هو هيترشح. لا بس كان في بوادر أنه هيترشح. ما يعني ما كنتش متخيل انها تتم، يعني كنت فاكر ان هي هتكون يعني زي فرقعه كده وهتنتهي، ما كنتش متخيل ان هو يعني هيقدم على الترشح. لاني شايف، ما زلت ارى، ودي وجهه نظري، الناس يعني ممكن برضو حد يختلف معايا اهلا بيه، ان ظروف البلد برضو ما زالت صعبه وتحتاج الى التوافق، واعتقد ان الاقدر على التوافق في هذه الحاله هو الرئيس السيسي. وما زلت ارى أن رئيس السيسي شعبيته تؤهله تماما أن ينجح مستريحا في هذه الانتخابات، وأن احنا لا يجب أن نفتت جهود 30 يونيو. يكفي علينا أننا أمام عدو أساسي أو خصم أساسي، وهو جماعة الإخوان الإرهابية الخائنة بما تمثلهم من الداخل والخارج، فلا يجب أن نتفتت داخليا. يمكن من ساعة ما طلع البيان وإحنا بنتابع مواقع التواصل الاجتماعي، بنتابع ربما بعض القنوات الناطقة باسم جماعة الإخوان، وفي حالة من يعني الثورة العارمة
بين المتحدثين في هذه القنوات من مسألة التطورات الأخيرة. هل كان يعني تعتقد أنه الجماعة وأذرعها الإعلامية كانت تراهن بشكل كبير على خوض عنان أو غير عنان يعني خالد علي ربما؟ زي ما قلت لك هذه جماعة يعني بلا أخلاق وبلا مبادئ، فما عندهاش مشكلة خالص إن هي تتحالف مع أي حد، وإحنا بنشوف إن هي في هذا الوقت بيتحالفوا مع، وشفنا الكلام ده، تحالفوا مع يساريين وتحالفوا مع نصريين وتحالفوا مع ليبراليين. وهذه جماعة بالصدفة النهاردة على الفيسبوك ظاهر لي مقال كنت كاتبه عن الجماعة وقت رئيسهم ووقت نظامهم، الضحك على الدقون، قلت حتى الدقون ضحكوا عليهم، يعني حتى الجماعة الإسلامية وعدوهم باين مش عارف بكم مقعد شورى وضحكوا عليهم، حزب النور مش عارف وعدوه بإيه محافظين وإيه وضحكوا عليهم، مش عارف حتى الوسط ضحكوا عليه في وقت من الأوقات. فهم جماعة تمتهن الكذب وتمارس الكذب بشكل رئيسي، وزي ما قلت لك هم عندهم هدف واضح، مصر التي استعادها الشعب المصري في ثورة عارمة، ويرون أن السيسي هو رمز لهذه الثورة ورمز لتحالف هذا الشعب، ويريدون أن يقفوا ضده مع أي حد، أي حد هينزل هيقف ضده الإخوان، هيقف مع الإخوان. وإحنا بنتكلم في أخبار عاجلة، يعني من ضمن الأخبار العاجلة دلوقتي الهيئة الوطنية للانتخابات تقرر استبعاد اسم سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين، ده يعني تطور آخر. طيب بعد هذه التطورات يا أستاذ محمود، هل تتوقع أنه نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات دي تكون قليلة؟ يعني اعتقد ده التحدي الكبير اللي هيكون في الانتخابات، ان الناس تشارك بقوه وتشارك بحماس في هذه الانتخابات، لان وانا متوقع ان يعني ان هيكون في عدد معقول، مش زي ما الناس متخيله. وزي ما قلت لحضرتك الناس ما زالت أو الأغلبية ما زالت ترى أن هناك إنجازات حقيقية على الأرض. أنا ممكن النهاردة كنت كاتب مقال بتكلم على المجالات اللي ممكن نقول فيها أن فيها إنجاز واضح، سواء الكهرباء، الإسكان، الطرق والكباري، الشؤون الخارجية، الأمن، الجيش، يعني دي كلها أمور ما أعتقدش أن حد يقدر ينكر أن فيها تطور مذهل وإنجازات مذهلة. ما فيش تقريبا طريق في مصر دلوقتي إلا لا بيتعاد رصفه ولا بيتوسع ولا بيتنشي عليه كباري. أيوة بس في المقابل يا أستاذ محمود في ناس بتشتكي من غلاء المعيشة، بتشتكي من أسعار. أنا كتبت برضو في مشكلة في غلاء المعيشة. أنا كاتب في نفس الوقت إن يعني أهم السلبيات التي يرصدها البعض حول الرئيس السيسي هي فكرة ال مواجهة الإرث القديم. لا مش مواجهة الإرث القديم، هم أنا ملخصهم ممكن في حاجتين، حاجة بتخص النخبة وهي الحريات والعملية السياسية، الناس شايفة إن فيها تراجع وده ممكن يكون بسبب الإرهاب، لكن أنا أعتقد إن الأمور محتاجة تنفتح في مصر في الفترة الجاية بشكل أكبر. الأمر الثاني هو هل تتوقع إنها تنفتح بشكل أكبر؟ يعني أتمنى وأتوقع. الأمر الثاني إن الأسعار ضغط على الناس جدا، في رغم الجهود اللي اتعملت في يعني برامج الرعاية الاجتماعية، لكن برضو الأسعار ضغط على الناس، دي اللي الناس ممكن تكون يعني بعض الناس زعلانة منها من الرئيس، لكن الأمور بتتحسن. احنا شايفين اللحوم أسعارها قلت، الأسماك شايفين كمان، بس احنا محتاجين، وحضرتك ممكن حضرت اللقاء ده لما سألنا الرئيس في لقائه مع بعض الإعلاميين وممثلي الصحف الأجنبية، وقلت له إن آليات الرقابة مش كما يكون. فالراجل اتكلم بصراحة وقال احنا عندنا دايما مشكلة ما بين إن انت تطور الآلية دي حاليا وما بين إن انت تعمل آلية جديدة، انت تقدرش تعمل آلية جديدة مرة واحدة، ففي نفس الوقت بتمشي في التطوير وبتحاول تعمل آلية جديدة في المستقبل، لأن جزء من غلاء المعيشة طبعا بالإضافة لإلغاء الدعم وسعر الصرف، أعتقد أن هناك نوع من الجشع لدى كثير من التجار لم يراعوا ظروف الشعب المصري في هذه الفترة. أعتقد أن الثمار الإنجازات اللي في السنين اللي فاتت سواء في كل المجالات ستؤتي ثمارها في الفترة اللي جاية، فقد تؤدي إلى انخفاض الأسعار نوعا. إحنا عندنا أعتقد إحنا مستنيين استثمارات، إحنا عاملين كهرباء بطاقة تسمح بوجود استثمارات، عاملين طرق بطاقة تسمح بوجود استثمارات، عندنا تقريبا في مركز للمستثمرين لتسهيل المستثمرين هيفتتح في وزارة الاستثمار خلال الفترة القليلة القادمة، فمتوقع. والنهاردة حتى صندوق النقد الدولي بيتوقع أن
يعني نسبة النمو تزيد على عكس ما هو كان متوقع، ومع موضوع الغاز، مع موضوع يعني كذا موضوع، الظروف اللي استلم فيها الرئيس السيسي كانت غير كده. هو الراجل استلم بلد كان فيها حالة من السيولة، مؤسسات الدولة كلها كان فيها مشاكل وفيها يعني اضطراب، مفيش أحزاب بشكل رئيسي، ما في غياب لأمور كثيرة، يعني كانت الاقتصاد حتى الدعم الخليجي اللي كان بيجي تراجع، يعني أمور، ثلاث حوادث طيران أول مرة تحصل في سنة، ثلاث حوادث طيران أدى إن تراجع السياحة بيجي لنا من 12.5 مليار دولار، تراجع تحويلات المصريين في الخارج، ففي ظروف كانت صعبة. ومع ذلك أنا بقول إن الظروف دي ما نقدرش نقول إن هي تبرير، مع ذلك طبعا بالإضافة للإرهاب ساب ده كله وحصل انجاز حقيقي، انجازات في كل المجالات. فانا بعتقد مع يعني المشروع اللي فيه الاسماك اللي مشرف عليه اللي هو حمدي بدين، مشروع القريه الداجنه، مشروع المليون راس ماشيه المزرعه الكبيره، الامور دي ستؤدي الى تخفيض الاسعار نوعا مع احكام الرقابه على الجشع اللي بنشوفه من بعض التجار، سيؤدي دي المشكله الحقيقيه. لكن ومع ذلك الناس ثقة في السيسي وفي إخلاصه، أعتقد الناس مستوعبة أن ده بيحصل لمصالحهم، لأن الراجل مؤكد أنه ما يعملش ده لصالحه، ما حدش طلع أنه قال أنه بيعمل ده عشان هو عنده والله مش عارف إيه بيستورده ولا بيصدره ولا شركة، ما فيش الكلام ده، واخد بالك؟ فإن شاء الله الأمور يعني تمشي للأحسن. وأنا يعني بتكلم مع حضرتك، يمكن بوابة الوطن اللي حضرتك يعني رئيس تحرير الجردان بتقول انتخابات الرئاسة تحظى باهتمام عالمي، هل الاهتمام دلوقتي ممكن يعني يتحول إلى انتقادات للحكومة المصرية بعد التطورات الأخيرة؟ والله بص، أنا يعني 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 أنا مهتم إن الناس تبقى الشعب المصري يبقى راضي، مش مهتم إن لأن يعني أنت عايز تقول لي مثلا نيويورك تايمز الكلام اللي كان بتكتبه، نيويورك تايمز يا راجل بقت فيسبوك بتكتب إن حبيب العدل كان في السعودية مستشار لولي العهد، لا يعني إحنا مش مهتم بآراء، لأن أنا مثلا شايف نيويورك تايمز والجارديان وهما رايتس ووتش بتمارس ادوار سياسيه وادوار يعني غير مهنيه بالمره ضد مصر وبعض الاصدارات الاخرى، لكن مهتم ان يكون الشعب المصري هو اللي مقتنع وهو اللي راضي. ومستغرب ما هم دول برضو بعض الناس اللي قالوا في لما جه الرئيس سيسي ترشح في 2014، اصل هو لو جه رئيس الناس هتعتبر ان ثوره 30 يونيو انقلاب، فايز بينا الراجل ينجح وبعد 4 سنين الناس تتعامل معه، العالم يتعامل معه كقائد لدولة قوية وكقائد أيضا في منطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ما حسيناش إن في حد يتعامل معاه. ميركل نفسها لما في أول زيارة قالت للرئيس السيسي مجيئك هنا يأتي يعني إنك جئت بإرادة شعبية ولم تأتي بإنقلاب عسكري، واخد بالك؟ فالناس اللي بتقعد يعني وأنا بستغرب إن بعض الناس الوطنية تردد هذا الكلام طول الوقت مهمومة، أصل الخارج هيعتبر، يا سيدي خلينا في الداخل، يعني ما هو الخارج كان ضدنا كلنا في 30 يونيو، يعني ما هو في أكتر من أوباما كان ضد 30 يونيو، أمريكا كان ضد 30 يونيو، إحنا خدنا عقوبات وده اللي كان عامله الإخوان. لو حضرتك تفتكر الإخوان كانوا رابطين موقفهم بأمريكا، ودي كمان كلمة الرئيس السيسي لما قال أنا قابلت الوسطات في رابعة، بس هم ما كانوش مهتمين، هم كانوا مهتمين فاكرين ان انا خايف من امريكا، وانا كنت خايف على الناس والمصريين. القرار الامريكي كان طول الوقت كفر للاخوان، بمعنى صح مثلا يعني اعنف يوم شافته مصر، اعنف يوم كان يوم 16/8 بعد فض رابعه بيومين، اللي هو اتحرق فيه رمسيس والناس كانت ماشيه في الكباري ماسكه بنادق وبتموت الناس في البيوت. ده حصل بعد ما السيد اوباما قرر الغاء مناورات النجم الساطع، كان يوم 15 تقريبا بالليل. فهو طول الوقت الاخوان كان عينيهم على امريكا، نشوف امريكا بتعمل ايه، وشفنا اوروبا اللي منعت مصر من معدات واسلحه، وباين في مره كان في مركب جايه فيها اسلحه ورجعوها، مع ان مصر كانت ساعتها في اشد الحاجه لهذه المعدات، لانها كانت بتحارب الارهاب نيابه عن العالم. جينا بعد سنين لقينا بقى الارهاب منتشر في اوروبا. فالناس قعدت يعني لو احنا ماشيين ورا الخارج المفروض ما كناش نعمل بقى ثوره 30 يونيو، لان ثوره 30 يونيو بتعني ان كنا تقريبا
تلتين العالم كان ضدك في 30 يونيو وما كانش مبسوط ب 30 يونيو وتلتين العالم كان بيشوفها انقلاب وغير ذلك. فمش طول الوقت واجعين دماغنا ببره، خلينا في شعبنا وخلينا نشوف شعبنا راضي بايه وعايز ايه، وهو ده الاراده الحقيقيه. بس برضو استاذ محمود يمكن انه حضرتك كنت يعني حاضر فعاليات مؤتمر حكايه وطن، وتتذكر جيدا انه الرئيس السيسي شدد اكثر من مره على مساله نزول الناس للتصويت وانهم يعني يعملوا مشهد وطني بنزولهم وإقبالهم على التصويت. هذه النقطة هي مهمة للداخل ولا مهمة للخارج؟ يعني 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 لا، أنا تقديري إن هي مهمة للداخل، مهمة إن الناس تقتنع إن هناك رئيس، وهو كمان يشعر إن الناس حاسة بإنجازاته، الناس ما بتتعاملش معاه. خلي بالك، خلينا برضو سواء قال يعني وروا العالم، وروا العالم من الناحيه العالم مش هيحاسبنا، يعني العالم مش العالم خلاص بقى، كمان الامور اختلفت، العالم دلوقتي كل دوله عندها اللي يشغلها. وانا ما زلت ارى ان الناس زي ملف حقوق الانسان، الناس متضايقه منك في مثلا في موقفك من القدس فتضغط في حقوق الانسان، الناس متضايقه منك في موقفك مثلا من تنويع السلاح فتضغط عليك في ملف حقوق الانسان، نفس القصه هي ان ده اللي هيحصل، ان البعض اللي لسه شايف ان العالم يريد خيرا بمصر فهو ساذج يعني. اللي بيحصل دلوقتي رغم ان مثلا حتى العلاقات كويسه مع بعض الدول، بس الحملات اللي بتحصل في بعض الصحف وحضرتك راجل مهني واعتقد ان انت متفق معايا في الراي، لا يمت للمهنيه بصله، واعتقد ان ده قرار يعني 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 استهداف واضح. نعم. احنا بنشوفه. نعم طبعا. ولو تفتكر ان الانتخابات الرئاسيه مشيت كويسه وكان فيها منافسه، هل تفتكر ان بعض الصحف اللي احنا بنتكلم عنها او بعض الدول هترضى وهتقول والله ده المصريين يعني هيمسكوا في اي حاجه صغيره ويقول لك هي دي الانتخابات وهي دي النموذج؟ وبعدين احنا نفسي لما نعمل انتخابات ونعمل حج نعمله لينا، زي ما انا نفسي برضو ان يكون هناك دعم لملف حقوق الانسان من مصر مش من بره. يعني انت بتمنع الدعم بره، وانا متفق مع ده، دعم مصر ان احنا نعمل حقوق الانسان عشان احنا عايزين نحافظ على نفسنا ونحافظ على اداميتنا، مش عشان نرضي الخارج. ونفس الامر في الانتخابات، احنا نعمل انتخابات كويسه نزيهه ومحايده ومتوازنه عشان المصريين يقتنعوا ان هم يستحقوا ذلك ويحسوا ان في ثورتين جابوا نتيجه، مش عشان الرضا الامريكي او الرضا الغربي عن هذه الانتخابات. بالتاكيد هيكون لنا يعني لقاءات اخرى في المستقبل القريب، الانتخابات على الابواب، واكيد يعني كل تطور فيها. نعم هنعمل اكيد لقاءات بعيد عن الانتخابات، واكيد بعد الانتخابات عليك عشمه يعني اقول لك لازم تفضحني خلاص هعزمك عشوتين. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود على هذا اللقاء، وفعلا في انتظارك في لقاءات مقبله باذن الله. استاذ محمود مسلم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريده الوطن. بعد الفاصل، تجربه فريده في مصر القديمه، مجموعه من الشباب المسلم والمسيحي من الصم يرسمون لوحة جميلة في شارع عمرو بن العاص. حوار خاص عن هذه التجربة مع مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وشمال إفريقيا. بعد فاصل.